القصة الحقيقية للشهيد رامي حسنين الذي جسده أحمد صلاح حسني في الاختيار. نجح مسلسل الاختيار في حصد جماهيرية غير مسبوقة منذ اليوم الأول لعرضه، حيث تأكد الجميع أنه سيكون الحصان الأسود للموسم الرمضاني الحالي، لا سيما مع توالي إرشادات وارتفاع نسب المشاهدة يوما تلو الآخر. وربما يكون هذا النجاح لم يكن بسبب الأداء الفني بحسب، بل لقوة وتأثير القصة الحقيقية وعرضه وقائع وجوانب كنا نعيش فيه لكن لم نكن على علم بتفاصيله وجوانبه. تلك التفاصيل والمعلومات التي لم تكن معروفة عن بطولات شهداء مصر، لا سيما كواليس ما حدث بمنطقة مربع البرث جنوب رفح خلال إحباط هجوم إرهابي والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 25 من أبطال القوات المسلحة بالكتيبة 103 ومقتل أكثر من 40 تكفيريا. كان وراء هؤلاء الأبطال قصص بطولية لم ولن تنتهي، على رأسهم قائد الكتيبة الشهيد أحمد صابر منسي، الذي تدور أحداث المسلسل حول قصة استشهاده وخيانة الإرهابي هشام عشماوي. ونستعرض معكم في هذا التقرير قصة الشهيد العقيد رامي حسنين الذي جسد شخصيته الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل الاختيار. العقيد رامي حسنين من مواليد إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تخرج من الكلية الحربية في يوليو 1996 وانضم لسلاح المشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة 90. حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ثم تدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة، ويعد أحد أهم قادة القوات المسلحة التي قامت بعمليات تطهير موسعة في شمال سيناء ضد الجماعات الإرهابية. كان معروفا عنه الشجاعة والتفاني وحب الوطن وخدمته لأهله وزملائه وجنوده، فضلا عن حفظه للقرآن الكريم وحبه الشديد للأعمال الفنية اليدوية، إلى جانب حبه للزراعة وتربية الحيوانات والطيور. استشهد العقيد رامي حسنين في 29 من أكتوبر من العام 2016 بعد استهداف موكبه بعبوات ناسفة في شمال سيناء، تاركا خلفه زوجته وطفلتيه. تولى المنسي قيادة كتيبة 103 صاعقة في سيناء بعد استشهاد العقيد رامي حسنين، والذي كان بمثابة معلم وقدوة بالنسبة له. وقد كشف الروائي الراحل جمال الغيطاني كواليس تلك اللحظة موضحا أن هؤلاء الأبطال لم يهابوا الموت، قائلا: القائد العظيم رامي حسنين كان أسطورة، ومعلم أحمد منسي، أذكر سخرية المنسي وهو ذاهب لاستلام القيادة بعد استشهاده، وكيف سينتظر حضور عفريت رامي اللي هيقدره لأنه أقدم من منسب دفعة، مؤكدا أن اللقاء مع الشهيد رامي هو مسألة وقت، بل كان يستنكر تأخر استشهاده. اشمعنا أنا ما نلتهاش؟